رجل له مبلغ عند أحد وأعطاه شيخ بموعد معين، يعني الدائن أعطاه شيخ بموعد معين مثلا يوم 30 في الشهر، وذهب إلى البنك يوم 15 فأعطوه المبلغ بعد أخذ جزء منه، هل هذا ربا؟ قبل موعد، قبل أن يحين موعد الشيخ يعني. الحين لك مبلغ عنده شخص وأعطاك شيخ، وش هذا الشيخ اللي أعطاك؟ شيخ نعم. تقول شيخ؟ لا شيخ. أعطاك شيك بالدين اللي في ذمته، تروح يصرفونه لك في البنك، إن كان له رصيد في البنك فلا يجوز لهم يأخذون عليك شيء، لأن هذه حوالة، حولك على البنك على رصيده الذي في البنك، هذه حوالة ولا يجوز للبنك يأخذ عليها شيء، لأن رصيده عندهم. نعم، وهم يستثمرون رصيده ويبي يأخذون منك أيضا، يستثمرون رصيد الشخص اللي عندهم ويأخذون من اللي يحول عليهم أيضا. هذه البنوك كلها مؤسسة على الربا وعلى المعاملات غير الصحيحة. نعم.